تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. إذن بداية برنامجنا نرحب بفريق العمل معنا في التنسيق، ميرا الغفلي، وعندنا يمعة بن ثالث خاطف كذا في الاستوديو، صبحك الله بالخير يمعة، وأيضا معنا في الأخراج ناصر السليمي، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. صبحك الله بالخير دكتورة ندى الملة، وخبرينا أرقام التواصل معنا عبر هذه الساعة التي تأتي بعد البث المباشر، فكل المكالمات للبث المباشر انتهت يا جماعة الخير، المسجات للبث المباشر انتهت. الآن نفتح معاكم هذه الساعة للتواصل مع هيئة الصحة بدبي. صباح عليكم الخير، ونقول صباح الورد، صباح الجمال، صباح الثلاثاء الجميل، هذا يوم جميل والله، والجو بدأ يتحسن شوي شوي، فنصبح عليكم الخير، ونذكركم بأرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طيب الإيجابية دائما مهمة دكتورة. أجل أنا أول وحدة أيد الإيجابية. إيه خاصة يوم الجو حار وأنت تقول إن الجو زين، هذا نوع من الإيجابية. بالضبط. ترى هو حار، هو المعلومة الصحيحة إنه حار. شوف هاد تقول حار، قول جو زين، فالناس تحس إنه تتقبل الجو أكثر. أوكي. في دراسة علمية أظهرت أن النظر إلى الجانب المشرق من الحياة قد يقلل من خطر التعرض لنوبة قلبية أو سكتة دماغية، ووجد الباحثون أن للتفاؤل تأثيرا مباشرا على صحة القلب والأوعية الدموية، الأمر الذي يقلل من هرمونات التوتر ومعدل النبض وضغط الدم. كشفت الدراسة أن الذين لديهم نظرة إيجابية يأكلون بشكل أفضل، يمارسون المزيد من التمارين الرياضية، ويقل لديهم احتمال التدخين وشرب الكحول. وقام الباحثون في جامعة نورث ويسترن في شيكاغو وكلية هارفارد للصحة العامة في بوسطن بفحص جميع الأدلة الموجودة التي تربط ما بين الصحة النفسية بصحة القلب والأوعية الدموية. وجد الباحثون أن النظرة الذهنية ترتبط باستمرار بأمراض القلب، واستشهدوا بدراسة تقول نتائجها أن 25% من الأشخاص الذين لديهم أعلى درجات من التفاؤل انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 38%. أيضا الباحثين يقولون أن الأطباء يجب أن يفكروا في استخدام الاستشارة والاستراتيجيات الخاصة بالاسترخاء مثل اليوغا، التاي تشي. شو هاي التاي تي؟ مثل اليوغا، هو نوع من التمارين المديتيشن او الاسترخاء. انزين انا اعرف تاي بوكسينج، تاي تي ما سمعت هذا، ما له خص بالاسترخاء. انزين المهم هذه تساعد على تحسين الصحه النفسيه للمرضى. المعد الرئيسي للدراسه البروفيسور داروين لابارت من جامعه نورث ويسترن في فينبرغ للطب يقول تناولنا من خلال هذه الدراسة كيف يمكن للبيئة الاجتماعية والرفاهية النفسية وفعاليات استراتيجيات التدخل أن تساعد في تعزيز نظرة المريض، وركزنا على ما إذا كان الرفاه النفسي يمكن أن يكون مرتبطا باستمرار مع انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. وجد فريق البحث أن الأشخاص الأكثر تفاؤلا أقل عرضة للتدخين، وأن المستويات العالية من الرفاه النفسي ترتبط بالنشاط البدني المنتظم، فضلا عن أن المشاركين في الدراسة من المتفائلين كانوا يتناولون غذاء أكثر صحة من خلال استهلاك المزيد من الفاكهة والخضروات واللحوم، ما يجعلهم يحافظون على وزن صحي. أحلى دراسة. أيه. إلى الآن على مدى 3 سنوات في الصحة وسعادة،
احلى دراسه. انت ليش ما تستخدمين هذه التقنيات في العلاج عندك دكتوره؟ انا استخدمها في علاج مرضاي، انا استخدمها انا استخدمها في حياتي نفسها. سبحان الله، امس كنت اتكلم عن هالموضوع، ان كيف شفت انه شو يقول لك محمود، ان المستويات العاليه من الرفاه النفسي ترتبط بالنشاط البدني المنتظم. شو يعني رفاه نفسي؟ يعني الايجابيه، الواحد يكون صدره وسيع، يكون دائما ايجابي، مرتبط بالنشاط الرياضي المنتظم. ترى الرياضه محمود تساعدك ان تكون انت ايجابي اكثر، لان تفرز هرمونات تخليك سعيد اكثر، تخليك مستانس اكثر. يا جماعه، النظره الايجابيه للامور مو بشيء صعب. لا حد يقول ظروفي دوامي، هو قرار انت تاخذه، تاخذ هالقرار. ترى مثل ما تو محمود يقول الجو حار، لما انا اقول لكم هي والله الجو برا حار، انا ما اضفت شيء، بالعكس اخليكم تضايجون اكثر من الجو. بس لما انا اقول لكم الجو زين، ناس ممكن تقول هي والله، تتقبل الموضوع بشكل افضل. فدائما غيروا، هو مجرد تدريب للنفس، غيروا نظرتكم للامور من ناحيه سلبيه لناحيه ايجابيه، صحتكم تسوي افضل. وهذا شفناه في مرضانا في العياده. كان في مرضى يجون العياده كل اسبوع يشكون من اشياء مختلفة. لما قلنا لهم يغيرون نظرتهم للحياة فقط من غير أي دواء، فقط بالكلام، قلهم غيروا نظرتكم، انظروا الناحية الإيجابية، مارسوا رياضة، كونوا الناس مشغولين، كونوا ناس منتجين، تغيرت حياتهم مقدار 180 درجة، صاروا إيجابيين أكثر وخفت شكاويهم لأنهم صاروا إيجابيين. زين، بناخذ أسماء لأن أسماء بعد أيضا دائما ما تعطينا رسائل إيجابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أسماء الجناحي، صبحت الله بالخير وخبرينا شو عندك اليوم. صبحتم الله بنور سروع. لما تكلمتوا عن التايتشي وهالأشياء ذكرتوني بالذي مضى، وفعلا نسبة السعادة كانت أعلى على فكرة. شو تايتشي هذه؟ تايتشي هي تختلف عن اليوغا بحركاتها، بالأشياء اللي يسوونها. لأن حتى اليوغا في منها أنواع، في يوغا التنفسي، في يوغا الخاص بالإطالة. والبعض يظن أن اليوغا ما تحرق السعرات الحرارية، لكن في أنواع يمكن تحرق سعرات حرارية أكثر من الرياضة الثانية. صحيح. فهو يعتمد على النوع، في وايد أنواع، في يوغا الضاحكة، يوغا التنفس، وايضا تخفف من تعدل من الجهاز التنفسي، لان نحن ما نتنفس صح. لما البعض لما ياخذ نفس عميق يجي صداع، لان الجسم مو متعود على نسبه الاكسجين هاي كلها اللي نازله. فاللي يسوون يوغا في البدايه دائما يمكن يحسون بدوخه ولا شيء، لين ما يتعودون على نسبه الاكسجين اللي تدخل، واللي هي المفروض تدخل يعني من زمان. صحيح، بالضبط. طيب شو عندنا جديد على وسائل التواصل الاجتماعي باختصار اسم اليوم؟ اليوم راح نغطي ان شاء الله مؤتمر راح يكون موجود عندنا في الهيئه، مؤتمر صحفي. عن المؤتمر راح يكون في بدايه شهر اكتوبر، فنتمنى انهم يتابعونا. ايضا من ضمن الرسائل اللي كنا حاطينها المعلومات اللي الناس ما تعرفها، ان لتعقيم اسفنجة المطبخ يقدرون يحطونها في الميكروويف، لكن طبعا ما يكون فيها المعدن وما يكون فيها الأشياء، لكن هذه الأشياء تقتل 99% من البكتيريا. ونختمها برسالة صباحية، نعرف يوم جدولكم وايد طويل في الإذاعة. صحيح. قد لا تسير الأمور في عملك كما خططت لها، لا تجعل ذلك يحد من عزيمتك، بل اجعلها فرصة للتحسين والتطوير. صحيح. شكرا لك يا أسماء. شكرا لك. شكرا. هني عندنا مستمع يقول مرحبا، بغيت رقم خطابة. عندك رقم خطابة دكتورة؟ ممكن أنا أشتغل خطابة وقت الفراغ. انزين، تاخذين كوميشن بعد ولا؟ أما بلاش دوري لنا عيل. أنت ما يعيبك حد. لا معاك ما بتوهق. انزين، جزاك الله خير. مشكوره من شو اسمه، انا تعرفين منو بيزوجني؟ بمصبح. صبحك الله بالخير. السلام عليك ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ طيب والله بالخير والنور والسرور. ها ندور عندنا ريال هنا يدور خطابه. حاضر، دلل انت واللي تبان، احنا تحت امرك، سمع وطاعه. ذخر، امرني يا ابو مصبح. دكتوره صبح ان شاء الله بالخير ونور وسرور. صباحك ورد. صباح الياسمين، الله يطول عمركم، ايش حالكم؟ الحمد لله. تحياتنا القلبيه لام خليفه والاستاذ ناصر وجميع المستمعين والموجودين على اللايف وياكم، الله يطول عماركم. يا سلام عليك. ومن منبركم وجه تحيه لهيئه الصحه واخواننا العاملين، وان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق ان شاء الله ولاعلى مراتب ان شاء الله. نحن دائما لما نتكلم عن الايجابيه تكون لنا يعني ما ادري من حسن حظنا مداخله من بمصبح دائما مداخلاته ايجابيه، في عنده رسائل شكر يبغى يوجهها، فخبرنا اليوم رسالتك حق منو؟ رسالتي هاي ترى اللي تنبع من القلب توصل للقلب. لأن بإحساس أنا حسيت بكم، لازم إحساس الصادق ترى والمحبة اللي في الله، في الله سبحان الله، الواحد بإحساسنا وهذا والحمد لله تطلع
الفرحة ودائم إن شاء الله دوم إن شاء الله متبادل إن شاء الله. الله يسلمك. لا والله أشكركم جزاكم الله خير على مواضيعكم وتحمد لك بالسلام إنك رديت بالسلام. الله يسلمك طول عمرك. ومن إذاعة نور دبي بعد أنا ذكرتكم في مساء دبي وكنت موجود عند الأستاذة منى خليل أوجه لها تحية بعد واستضافتنا الحزة وعاد وكنا في وين ما أنت يالس في الميكروفون كان بمصبع يالس وياكم بعد. السلام مبارك والله نحن طافتنا الحلقة. وجه تحية لك والأستاذة ندى الملا الدكتور الله يحفظها ويحفظكم جميعا إن شاء الله. يحفظ غاليك شكرا. شكرا لك يا أبو مصبح. وعساكم على القوة إن شاء الله ومشكورين. شكرا عمرك مشكور مشكور يا أبو مصبح. دكتور ندى أنا مارس الرياضة كل يوم ما شاء الله عليك. فنجان قهوة على فيروز الصبح على خبز خبر الراتب نزل و لين هني كافي المسج حتى لو ما كملت كله إيجابية تصير. أي والله إيه إنزين أهم شيء مسج تم إيداع الراتب. هل أحلى مسج. هل السعادة تكمن في المال؟ المال لا جزء من السعادة نعم بس مو كل السعادة اللي يربط سعادته بالمال عمره ما يكون سعيد ترى بس هي وسيلة لتحقيق السعادة بس مو كل انواع السعاده فعشان كذا دائما نقول لا تربط سعادتك بالمال ما راح تكون عمرك سعيد لان شو الفائده عندك فلوس الدنيا وصحتك مو بزين او انت مو بسعيد في ناس عندهم ملايين ولكن هم مش سعداء ما يعرفون يسعدون نفسهم زين. في ناس فقراء سعداء ناصر مو بسعيد الحين ناصر لان يبغى الفاصل ايه عطى فاصل فاصل وما نرجع زين بعد الفاصل متواصل معاكم صحه وسعاده أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي ونستعرض من خلاله مختلف الفعاليات والمناسبات وأيضا الأمور الصحية اللي تهمكم أرقام التواصل معنا على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طبعا أسمة تكلمت في بداية الحلقة دكتورة عن مؤتمر صحفي سيقام اليوم إن شاء الله يعني على طول بعد البرنامج بتستضيف هيئة الصحة بدبي خلال الفترة من 6 وحتى 9 من أكتوبر المقبل مؤتمر الرابطة الدولية للتنظيمات الصحية اختصارة شو؟ أيامرة. أيامرة. هذا المؤتمر ضمن أعمال مؤتمر التنظيم الصحي الثالث لعام 2018 واللي يقام تحت شعار تمكين التنظيم الصحي بالابتكار والأدلة العلمية. كم تتوقع أن بيحضرون؟ يتجاوز 700 مشارك إن شاء الله. أنزين نحن ما نعرف كل التفاصيل هذه عن المؤتمر يعني ما نبغي نطول أكثر ما أدري إذا ممكن نشوف بعد كذلك الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحفي هيئة الصحة بدبي بنحاول ناخذ مداخلة أدريبة مشغول ولكن معنا في الاستوديو الأستاذة ليندا عبدالله المستشار في إدارة السياحة الصحية بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير ليندا. صباح النور والسرور. اليوم يعني ما نعلن عن هذا المؤتمر ما نعلن عن تفاصيله في البداية خبرينا شو هو مؤتمر التنظيم الصحي أو بارتين عندنا يعني تقريبا جزئين من هذا المؤتمر فخلينا نتكلم عن مؤتمر الرابطة الدولية للتنظيمات الصحية أيامرة وأيضا بعدها ما نتطرق لمؤتمر التنظيم الصحي 2018 تفضلي. أولا مشكورين على الاستضافة وصباح الخير لكل الجمهور اللي سمعنا. صباح حبيبتي ندى. الرابطة الدولية لهيئة التنظيم الصحي هي رابطة دولية تشمل 47 دولة مشاركة فيها من 113 عضو ودولة الإمارات العربية المتحدة عضو فيها وأيضا إدارة التنظيم الصحي السابقة وحاليا قطاع التنظيم الصحي عضو من دبي في هذه الرابطة الدولية. هذه الرابطة هدفها هو تأمين نوع من البلاتفورم للنقاش أو تبادل الخبرات ما بين هيئات تنظيمية دولية في هذا اليوم المتسارع الوتيرة من التقدم في العالم وفي المجال الطبي فهذه الرابطة نحن مشاركين فيها نستفيد منها وهم يستفيدون بعد من خبراتنا فعندهم مؤتمرات تستوي كل سنتين نحن قدمنا على هذا المؤتمر يعني هو مو باستضافة أنه فقط كذي دبي حصلت عليه لا نحن الحقيقة يعني من ضمن 7 دول فزنا بهذا المؤتمر كون دبي
دبي فعلا في ريادة الدول العالمية في استضافة مثل هالأحداث الكبيرة، ويعتبر لأول مرة خارج حدود قارة أوروبا وأمريكا واستراليا أن هذا المؤتمر يحدث لأول مرة خارج الأول في المنطقة، يعني أول مرة نعم في المنطقة. نعم نعم. شو أهمية وجود مثل هالمؤتمر مثل ما ذكرتي الأول مرة خارج أمريكا وأوروبا، شو أهمية وجوده بالنسبة لدبي وبالنسبة للتنظيم الصحي بشكل عام في الدولة؟ الحقيقة أن يعني استضافة هالمؤتمر تتماشى مع تبوء دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مرموقة على خارطة التنظيم الصحي العالمي. أكيد نحن ما نمتلك من بنى تحتية من صحيح. قدرات أن تأهلنا لاستضافة مؤتمرات دولية، هذا الشيء مفروغ منه. لكن أيضا أن نحن نستضيف مثل هذا المؤتمر التخصصي في هذا المجال يعتبر فعلا يعني إشارة إلى دور دبي الرائد في هذا المجال، ونحن فخورين الحقيقة أن نستضيف في دبي هالعدد الكبير من قادة وصناع القرار إن شاء الله خلال الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر. أهمية هذا المؤتمر تنبع كذلك من القضايا والمواضيع اللي بتنطرح من خلال يعني استضافة إمارة دبي، هذه الاستضافة اللي تفوقت فيها على العديد من الدول سواء في العالم في أوروبا أو في أمريكا. شو أبرز المواضيع اللي أنتم تبغوا تطرحونها من أو المطروحة من خلال هذا المؤتمر؟ الحقيقة محمود أنت في البداية طرقت أن هذا هو أيضا المؤتمر الثالث للتنظيم الصحي في دبي، فنحن في هيئة الصحة بدبي بتوجيهات القيادة العليا دائما كنا نسعى لتوفير منصة تبادل معلومات وخبرات، فمن عام 2014 وفرنا هذه المنصة الإقليمية واستوى الدولية الحمد لله اليوم. فبداية كانت بدايتنا في 2014 ومن ثم 2016 والآن في عام 2018 نستقبل العالم في دبي باستضافتنا لهذا المؤتمر. طبعا تأتي توجهات المؤتمر مع التوجه للحكومة الرشيدة في تشجيع الابتكار وأيضا الابتكار على المدى الطويل، لذلك لازم أن يكون مدعم بالابتكار بالأدلة العلمية. صحيح. فهذا هو شعارنا للمؤتمر. بنناقش على مدار 3 أيام مواضيع مهمة، منها نماذج التنظيم المبتكرة العالمية، وأيضا دبي ستشارك بما في جعبتها في هذا المجال. الكوادر المهنية الصحية سنناقش عدة مواضيع مهمة، حتى من ضمنها هجرة الخبرات وكيفية استقبال الخبرات العالمية. دبي اليوم عندها الكتيب الموحد الدولي الموحد للتراخيص، وهذا الشيء نحن نفتخر فيه على مستوى دولة الإمارات، أن نحن نرحب بكل الخبرات الطبية وبسهولة وبشكل واضح ومنظم ضمن هذا الدليل. كل حد يقدر يشتغل في دبي ضمن الحدود التراخيص الموجودة، وهذا شيء رح نشارك فيه. أيضا الممارسات الآمنة والجودة، كون المريض هو دائما محور كل ما نقوم به، وأيضا التعليم الطبي والتعليم الطبي المستمر ودوره في الكفاءات الطبية سيكون من ضمن المواضيع المطروحة. ستطرح المواضيع ضمن 52 محاضرة، عندنا 117 ورقة عمل وسبع ورشات عمل ستتخلل هذا المؤتمر بإذن الله تعالى. أستاذة ليندا، من أبرز المتحدثين أو المحاورين بيكونوا موجودين؟ يعني باقي الأسماء الكبيرة اللي تخلي واحد يتعطش إنه يروح يحضر مثل هالمؤتمر الجميل. والله أشجع الكل يكونوا موجودين أول يوم على الافتتاح الساعة 9 إن شاء الله. بيكون عندنا بروفيسور كيفن فونغ، هو فيزيائي طبي يشتغل معنا ناسا في هذا المجال، هي وايضا يشتغل مع كليه لندن الطبيه يونيفرسيتي كولج لندن. هذا بيتكلم عن موضوع وايد مهم اللي هو كيف يواكب التنظيم الصحي التسارع المضطرد في العالم من كل النواحي، من نواحي التكنولوجيا من كل شيء، نحن كيف نواكبه، وهذا طبعا تحدي موجود ولازم يتناقش. راح يكون ويانا بروفيسور رون باترسون من نيوزيلندا، هو متحدث وايد معروف في مجال التنظيم الصحي. معانا أيضا الدكتورة باربرا شنايدمان بتكون ويانا من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي عضو أيضا في البورد الأمريكي وعضو في اتحاد الأمريكي للمجالس الطبية. أيضا بتكون ويانا الدكتورة كارين مازورك من ألبرتا كندا، أيضا تتحدث عن موضوع مهم جدا اللي هو كيف نواكب الأطباء في سن الشيخوخة. ممتاز. هذا شيء جديد يعني لم يتم مناقشته من قبل، وهو تحدي موجود. شو القصد مواكبة الأطباء في الشيخوخة؟ يعني الطبيب اليوم عنده مهارات نحن نتحدث عنها، هل هي تتطور؟
إلى متى تتطور؟ هل نحن الطبيب يوم يتقاعد كيف نتعامل وياه؟ هل هو خلاص نحطه على الرف ولا كيف نتعامل مع هذا الطبيب؟ فهو موضوع وايد مهم في ضوء طبعاً التطور الطبي إن الناس اليوم أصحاء حتى في سن شيخوها. طيب التنظيم الصحي عندنا في إمارة دبي قفز قفزات كبيرة في عملية التسهيل والتنظيم وأيضا توفير بيئة جاذبة للعاملين في القطاع الصحي. معانا عبر الهاتف الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي. أول شيء صبحك الله بالخير دكتور، نتحدث عن استعدادات مكثفة لإطلاق مؤتمر التنظيم الصحي، فشو حاب تخبرنا عن هذا الموضوع؟ السلام عليكم أخوي، صباح عليكم أنت والأخت لندا. نحن إن شاء الله هيئة الصحة بدبي ستعقد المؤتمر 13 للرابطة الدولية لهيئات التنظيم الصحي بالتعاون مع مؤتمر دبي للتنظيم الصحي في مركز دبي التجاري، إن شاء الله بتكون بتاريخ 7-9 أكتوبر، مشاركة أكثر من 700 مشارك من مختلف دول العالم. وهذا المؤتمر راح يكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. في العادة هذه المؤتمرات كانت تعقد في أمريكا الشمالية وأوروبا يعني. فهذا إنجاز جديد يضاف لإمارة دبي في استقطاب مثل هذه المؤتمرات الدولية ذات الطليعة في مجال الرعاية الصحية، واللي من شأنه تعريف تجربة دبي الرائدة مجال التنظيم وتطوير الرعاية الصحية. جميل. طيب دكتور إذا ما بتكلم عن تجربة دبي، أبغي يعني إذا بتختصر لنا إياها هذه التجربة في مجال التنظيم الصحي، نحن في شو مميزين في إمارة دبي؟ تعرف يعني إمارة دبي عندها البيئة اللي تدعم الاستثمار في المجال الصحي. صحيح. يعني عندنا المقومات البشرية والتقنية والعمرانية والسياحية، بالإضافة للخدمات الصحية والحكومية، بالإضافة للشركاء ذات مستوى واعتماد عالمي في القطاع الخاص اللي جعلها يعني وجهة عالمية فريدة. ونحن دائما نشجع الاستثمار في المجال الصحي، وعندنا مبادرات دائما يعني سواء في مجال الرعاية السياحة الصحية أو التراخيص الصحية للتشجيع على الاستثمار في المجال الصحي ورفع جودة الخدمات والتركيز على سلامة المرضى. جميل دكتور، نحن المؤتمر الصحفي سوف يتطرق للعديد من التفاصيل الخاصة بهذا بإطلاق هذا المؤتمر، مؤتمر التنظيم الصحي 2018. نحن ما نبغي نحرق كل المواضيع على عليكم، ولكن كلمة تبغي توجهها أيضا إذا حد حاب إنه يسجل في هذا المؤتمر، كيف ممكن يتوجه لوين وكيف ممكن أنتوا تستقبلون الطلبات؟ 700 مشاركة، نتوقع ما شاء الله الإقبال بيكون على مثل هذا المؤتمر أكثر يمكن الضعف دكتور، فما أدري كيف بتتعاملون حتى مع هذه المسألة. لا نحن عنا يعني ما شاء الله مستعدين، والتعاون يعني مع شركائنا استراتيجيين مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، واللي حاب يسجل يعني يقدر على الموقع الإلكتروني ayamra2018 يقدر .com يقدر يسجل عليه. وشعار المؤتمر يعني جدا مهم، هو تمكين التنظيم الصحي بالابتكار والأدلة العلمية. صحيح. وفيها 4 محاور رئيسية مهمة، هي التعليم الطبي، الممارسات الآمنة والجودة، الكوادر المهنية الصحية، ونماذج التنظيم المبتكرة. تقريبا مغطية كل الجوانب. صحيح. جميل دكتور، نحن نتمنى لكم التوفيق ونشوفك إن شاء الله بعد البرنامج في هذا المؤتمر، نتمنى لكم من خلال التوفيق. شكرا لك دكتور. الشكر العفوي. يا هلا. كان معنا عبر الهاتف دكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي. أنا برجع بتكلم معك لندا باختصار وبشكل سريع، الدكتور ذكر الموقع الإلكتروني اللي هو ayamra2018.com اللي هو ayamra2018.com. الواحد ممكن يسجل وياخذ يعني بطاقة الحضور من خلال الموقع الإلكتروني. التسجيل عبر الموقع الإلكتروني في عروض مقدمينه في ساعات بعد معتمدة؟ نعم، البرنامج عنده 9 ساعات معتمدة حاليا، وهذا بعد يعني شيء جيد لأن تعرفين هو مو بطبي المؤتمر، بس صحيح. الحمد لله يعني وايد ثري معلوماته. نعم، حتى المتحدثين عالميين موجودين في هذا المؤتمر، وعندنا بعد متحدثين من داخل الدولة ومن المنطقة
يعني بيكون إن شاء الله خبرات وسيلة تبادل خبرات قوية إن شاء الله. طيب شو تبغينا نضيف بعد كذلك لهذا المؤتمر أو الحديث عن هذا المؤتمر قبل ما نختم معك؟ الحقيقة بنتوجه بالشكر لمعالي أحمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي على الدعم اللامحدود اللي حصلناه لهذا المؤتمر، وأيضا نشكر جميع شركائنا الاستراتيجيين مثل ما تفضل سعادة دكتور مروان الملا على دعمهم، خاصة دائرة السياحة والتسويق التجاري في إمارة دبي، وكذلك مجموعة المستشفيات أيضا الداعمة لهذا المؤتمر، وأيضا الشركات الدولية اللي بتكون عارضة. وأقول للجميع إن من المهتمين طبعا إن حياكم الله، إن شاء الله بيكون مؤتمر ناجح بكل المعايير. وأيضا المعرض اللي بيكون مصاحب للمؤتمر بعد بيكون معرض قوي، فنشوفكم إن شاء الله يوم 7 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. شكرا لك يا ليندا عبد الله، المستشار في إدارة السياحة الصحية في هيئة الصحة بدبي، نحن نتمنى لكم التوفيق وكل الشكر. طبعا دكتورة نطلع فاصل، بعد الفاصل لأن في مسجات ما رد عليها. إن شاء الله. قريت المسجات؟ قريت. زين ما رد على المسجات. بعد الفاصل يبالها وقت. زين. عموما وأيضا في عندنا مكالمات ومداخلات، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا 600551414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على إنستغرام. يقول أبو برعي السلام عليكم أخي الفاضل، كل اسمك دكتور محمود بعد. زين أبو برعي عنده عنوان الطلاقة. لا, 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 لا 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 أعوذ بالله يا ما نبغى. لا لا اليوم إن شاء الله بتكملون عن دراسات والبحوثات عن تعدد الزوجات كيف تكون إيجابية على الرجال والنساء، ليش ممنوع؟ ما قلنا ممنوع. ميرا اتصلي فيه أبغي على الهواء. أبغي يطلع على الهواء. من أمس أبغى أشوفه. إن شاء الله حرمتك تسمع، إن شاء الله حرمتك تسمع. زين ناخذ المكالمات اللي موجودة عندنا. أول شيء من معانا؟ ألو عبد الصمد، صباحك الله بالخير عبد الصمد. حولت ناصر ولا بعده؟ لا الصوت الصوت عنده عادي. زين منو عقبه عنه؟ يوسف صباح الخير. يا يوسف يا هلا يا هلا. والسرور يعطيكم العافيه. الله يعافيك. تفضل يا يوسف، قالوا لنا عندك ملاحظه. بغيت اسالكم الحين الوقت المناسب للتعرض للشمس متى، خاصه في طول السنه في الخليج؟ يعني لاحظت بعض السياح في جميره وفي بعض المناطق في الامارات الظهر يطلعون يعني من 12 لين 3 لين 4، فالوقت المناسب للتعرض للشمس عشان فيتامين د متى؟ نعم. في الخليج خلال فصل السنه، يعني فصل الصيف والربيع والشتاء. نعم. والخريف لو سمحتوا لو تفصلوا لي الموضوع. حاضرين ان شاء الله. حاضرين. يقولون الفيتامين د يرتبط بالسعاده ويحقق الصحه العامه للانسان. بالضبط. صح كلام سليم. يقولون معظم مشاكلنا في الخليج من نقص فيتامين د، فانا بنعرف الوقت المناسب للتعرض. لان عندنا المصدر الرئيسي الشمس طول السنه. بالضبط. نعم. صح. تسلم يا يوسف. تسمع الإجابة إن شاء الله أخو يوسف. قبل ناخذ الإجابة منو معانا بعد؟ عبد الصمد، رجع عبد الصمد ناصر. يا هلا عبد الصمد، تفضل يا سيدي. مشكورين الله يخليك يا رب، مشكورين على البرنامج الطيب والمفيد جدا. تفضل يا عزيزي. بالنسبة يعني عندي اقتراح بسيط وملاحظة لطول عمرك. بالنسبة للأطباء المتقاعدين، لقد ذكرت الأستاذة بالنسبة يعني موضوع الأطباء المتقاعدين، أنا عندي اقتراح بسيط، ليش ما منسوي هيئة أو مجلس الأطباء المتقاعدين؟ نعم. في الدولة يعني مثل رابطة الاستفادة. يعني نعم رابطة. مثل ما في العسكريين المتقاعدين في صحيح. أي بلد في العالم، مثل ما في مثلا المهندسين ولا أي شيء، نسوي إحنا أطباء متقاعدين يتم الاستفادة منهم طلابنا في الجامعات. ممكن نسوي مراكز صحية يكون فيها الشيء رمزي إنه هذا طبيب متقاعد، ما بي ممكن يعطي بس الملاحظة أو يعطي المشورة لطبيب آخر مستجد نسميه أو نخليه متخرج جديد. جميل جميل, جميل. حضرت طبيب؟ لا والله مو طبيب. يعني اقتراح يعني جيد واضح. نعم. اقتراحك عبد الصمد جميل. ونحن كذلك بعد نضم صوتنا بصوتك، وان شاء الله المعنيين يسمعونه ويطبقون هذا الاقتراح. شكرا يا عبد الصمد. رامي تفضل. يا رامي صباح الورد. نعم صباح الخير يا رامي، تفضل يا سيدي. تفضل.
صباح الخير والإيجابية لكم ولهالبلد الطيب. شكرا، تفضل. أنا والله ما عندي أي سؤال، بس اليوم صار معي موقف. عن جد حاب أقول أول شيء شكرا لهذا البلد الطيب، شكرا لوالدنا الشيخ خليفة، وشكرا لبابا محمد بن راشد، شكرا لشيوخ الإمارات كلها. حاب لكم أنه أول شغل يا شباب، أنه هذا البلد في سمعت في كثير ناس بتقول كلمة مواطن وكلمة وافد. في ناس بتزعل من كلمة وافد. كلمة وافد جاي من وسادة، لما أنت بتروح لعند أي شخص كوسادة معناته أنت رايح بشرف وجاي لعنده بشرف وعمل لك قيمة. صحيح. هذا البلد عمل قيمة للجميع، لكل الناس بدون مجاملة، ولا لأني أنا ساكن على بالإمارات ولا لأني أنا مقيم في الإمارات، بس هذا البلد عن جد لما أنت بتفيق الصبح بتشوف الشيخ محمد الله يطولنا بعمره على الانستغرام او الشيخ حمدان او اي حدا من شيوخ الامارات، كيف الايجابيه، كيف السعاده، كيف تشجيع الموظفين. انا بيوم من الايام كان حلمي اشتغل بالذات اجي على هذا البلد بسبب اعلام هذا البلد. نعم. وجتني فرص برا وطلعت كثير على دول تاني، والحمد لله رب العالمين الله اكرمني بالمجال اللي انا بحب اشتغل فيه واللي هو مجال الاعلام. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. لما نطلع لبرا نحن بنفتخر انه في عنا بلد عربي اسمه الامارات العربيه المتحده. احنا بنطلع برا بنقول هذا البلد شو التطور، شو الحضاره، شو الاناقه هاي، شو هالترتيب. الحمد لله. بكل بساطه اليوم صارت معي شغله، نزلت على الدار الاقتصاديه كان عندي هيك مشكله بسيطه ولا الحمد الله حل، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. والله يا اخوان بدون مجامله لما بتشوف وجه الموظف الصبح كيف عم يضحك وكيف مبتسم بتقول الحمد لله رب العالمين. الحمد لله انه نحن ببلد في كهرباء في مي، الحمد لله نحن ببلد في كل سبل الرفاهيه كل سبل الحياه. عن جد من قلبي من جوا عن جد شكرا كثير لهذا البلد، وشكرا كثير لشيوخ هذا البلد، وشكرا كثير للمواطنين الراقين بهذا البلد، لانه انتم عن جد شعب راقي وعن جد لك. شعب يحترم. شكرا لك يا رامي، هذه رساله الإيجابية. جميله، شاكرين لك هذه المشاعر الطيبه. وللامانه يعني دكتورة نحن دائما ما نقول دوله الامارات هي مفتوحه للجميع، لكل الجنسيات، لكل الاعراق، لكل الاديان، نتعامل مع الجميع ان شاء الله يعني بهذه الروح. ما في يعني، وهذا اللي علمنا اياه رحمه الله عليه الشيخ زايد، وهذا صحيح. اللي تعلمناه من شيوخنا، وهذا اللي تعلمناه من ابائنا وامهاتنا وولياء امورنا. ف مثل هذه المشاعر يعني بالعكس تسعدنا ان احنا نسمع مثل هذه المداخله، مع ان ما له علاقه ببرنامجنا. صحيح. ولكن انا تركت المجال لرامي عشان نبغي نسمع مثل هذه المجالات. قبل أن ناخذ ما جاوبنا على يوسف، قبل أن ناخذ الأخت ريهام سليم أخصائية التغذية بإدارة التغذية السريرية، أول شيء صبحك الله بالخير أختي ريهام. صباح النور. أهلين أخ محمود. أهلا فيك. نحن كان في عندنا سؤال عن فيتامين دال يتكلم عنه يوسف، بعطي المجال شوية حق الدكتورة ندى وبعدين بعطيك أنت المجال بعد كذلك على بعض الأمور اللي خاصة بفيتامين دال. نحن نتكلم عن تغذية المرأة الحامل بشكل رئيسي، لكن تفضلي دكتورة. طبعا فيتامين دال هو فيتامين أساسي، عشان تأخذ فيتامين دال ننصح تقعدون في الشمس أول الصبح من الساعة 8 للساعة 9 تقريبا صباحا. أدري للأسف الممارسات الحالية الموجودة تلاقون معظم الناس يروحون البحر من الساعة 10 وطالع يقعدون من الساعة 12 للساعة 4 أو للساعة 5. ما ننصح القعدة في هالوقت لأن الشمس تكون عمودية وبالتالي ممكن تتعرضون لحروق الشمس، سرطانات الجلد. فيفضل تبتعدون عن الأوقات اللي فيها شمس عمودية. فروح الصبح من 8 ل 9 صباحا، وبعد العصر من الساعة 4 للساعة 6. الحين ما شاء الله من الساعة 3:30 أو 4 تلاقي الشمس أصلا خفت، فبعد الساعة 4 ممكن تقعدوا على البحر مرة أخرى. بالعادة عشان تكون فيتامين دال تحتاج من 10 إلى 15 دقيقة فقط، ولكن نحرص أن يكون في جزء من الجسم مو مغطى، يعني تكون لابسة النص كوم، لابسين شورت قصير عشان يتكون فيتامين دال تحت الجلد. ومهم واقي الشمس، ما نقعد تحت الشمس يا جماعة مدة ساعة ونص ساعة من غير واقي ما الشمس، لأنه ممكن نصاب بحروق وتغيرات في الجلد تعرضنا للإصابة لا سمح الله بسرطانات الجلد. طيب دكتورة ريهام تبغين تضيفين شيء بعد على موضوع فيتامين دال؟ زي ما تفضل الدكتورة ندى بخصوص يعني المصدر الأساسي اللي هي أشعة الشمس في أوقاتها المناسبة، يعني
يتعرض لها الشخص لفترة بسيطة هي أكبر مصدر لفيتامين د. ولكن في أغذية مصادر الغذائية ممكن كالأسماك، منتجات الحليب، البيض، بس طبعا مفعول التعرض للشمس بيكون بصورة أكبر إذا الإنسان واظب عليها، بالإضافة للتغذية المتوازنة إجمالا، بالأخص مثلا البروتينات زي ما حكينا، منتجات الحليب، الأسماك، البيض، هاي بتحتوي على نسبة من الكالسيوم ومن فيتامين د. جميل. طيب الآن ما نرجع لموضوعنا الرئيسي اللي هو تغذية المرأة الحامل، هذه المسألة اللي نحن في هيئة الصحة بدبي نحرص على توفير الرعاية المتكاملة للمرأة بشكل عام وخلال فترة الحمل على وجه التحديد، لأن في جهود كبيرة تبذل في هذا الاتجاه وخاصة فيما يتعلق بتغذية المرأة الحامل من خلال إدارة متخصصة ونخبة من الاختصاصيين التغذية اللي موجودين عندنا في هيئة الصحة بدبي. بداية دكتورة خلينا نتكلم عن أهم العناصر الغذائية المطلوبة للمرأة الحامل. صحيح، يعني تغذية المرأة الحامل ركن أساسي لبناء يعني مجتمع قوي وصحي، بنبتدي من والبيبي جنين في بطن أمه، نهتم بصحة الأم وبالتالي صحتها بتنعكس على صحة جنينها. فإذا تناولت الأم أو تبعت أسلوب تغذية سليم ومتوازن بتمر فترة الحمل بسهولة وبأمان بدون أي مشاكل غذائية، بيساعد على تمتعها بصحة جيدة وبالتالي بينعكس على جنينها. صحيح. فترة الحمل تتعرض فيها المرأة لتغيرات فسيولوجية وهرمونية بتزيد من احتياجاتها الغذائية، فعليها دائما مراجعة أخصائي التغذية، مراجعة الطبيب حتى تعرف شو احتياجاتها الغذائية اللي المفروض تمشي عليها وتتبع نظام غذائي. من أهم النقاط اللي بنحضر المرأة الحامل عنها إنها فكرة أولا إنه الأكل عن اثنين هاي فكرة خطأ، فعارفين إحنا فترة الحمل 9 شهور، في أول 3 شهور المرأة الحامل ما بتحتاج سعرات حرارية زيادة عن احتياجاتها اليومية، بتبدأ احتياجاتها بتزيد من 200 ل 300 سعرة حرارية في الثلث الثاني والثلث الأخير من الحمل. فمش مهم الكمية اللي أنا بأكلها، قدر نوعية الأكل إنها تكون صحية وتلبي الوضع الجديد اللي طرأ على الحمل على المرأة في فترة الحمل. صحيح. من أهمها مثلا تناول منتجات الألبان أو البروتينات بصورة عامة، من أهمها منتجات الألبان لاحتوائها على كمية من البروتين، ومعروف إنه المرأة احتياجاتها من البروتينات في فترة الحمل بتزيد، غنية بالبروتينات وغنية أيضا بالكالسيوم. منتجات الألبان بتكون ضرورية لنمو عظام الطفل، وبتمنع كمان أمراض هشاشة العظام للمرأة في يعني في المراحل المتقدمة. أيضا من الأغذية الغنية بالبروتينات مثلا اللحوم، الدجاج، البيض، المكسرات، هاي بتساعد على نمو الطفل وتطوره، وبتعتمد على فيها كمية أيضا جيدة من البروتينات. جميل. فيها كمية أيضا من الحديد اللي بتساعد في تشكيل خلايا الدم للطفل. يجب على المرأة أيضا أنها تتناول النشويات الكاملة مثل الخبز الكامل، النخالة، لأنها من أكثر المشاكل بنواجهها في فترة الحمل اللي هي مشكلة الإمساك. فدائما ننصح المرأة الحامل أنها تتناول كمية كافية من الألياف، من 20 إلى 35 جرام من الألياف يوميا، تكون موجودة في الحبوب الكاملة، في الخضار، بالفاكهة. بالإضافة بننصحها أيضا بشرب كميات كافية من السوائل لا يقل عن مثلا 2.5 لتر ل 3 لتر في اليوم. أيضا ننصحها بتناول مثلا الدهون المفيدة بس ضمن احتياجاتها، تقلل مثلا من المشروبات اللي محتوية على الكافيين بصورة كبيرة. دائما تراجع أخصائية التغذية بين فترة وأخرى حسب مراحل الحمل، حسب شهور الحمل، احتياجاتها، في بعض المشاكل الغذائية اللي بتواجهها المرأة، فممكن نساعدها بحلها. صحيح. جميل. أنا دكتورة بس على عجالة، اليوم ما شاء الله حلقتنا كانت غنية بالمداخلات وغنية بالمواضيع، فالوقت قاعد يداهمنا بشكل سريع. سامحيني دكتورة ندى، بس أنا أبغي أسأل عن الأشياء الممنوعة للحامل لأن هي تأكلها، شو الشغلات اللي ممكن تضر بالجنين؟
عفوا انا ولا دكتور رضا؟ لا يعني ليش استاذ ارهام؟ اوكي. من بعض الامور اللي احنا بننصح المراه الحامل انها تبتعد عنها هي مثلا الاكلات اللي هي مش مضمون نظافتها او طريقه طهيها بصوره جيده، ممكن مثلا اللحومات البارده، ممكن الصوص والصلصات اللي بيكون فيها بيض ني زي المايونيز، بعض الصلصات اللحومات البارده مثلا زي اللانشون والسوسج، الامور هاي اللي ما بكون انا متاكد من انها تعرضت لدرجات حراره كافيه لقتل ممكن الميكروبات اللي ممكن تكون موجوده فيها. بنحرص انه نخبر الام ما تتناول الاكلات الدسمه مثلا زي الوجبات السريعه اللي بتحتوي على كميه عاليه من الدهون. صحيح. بالاضافه انها بتاثر على الوزن، بتزيد مشاكل حرقه المعده ومشاكل الغثيان اللي هي اساسا بتكون موجوده عند المراه الحامل. الغثيان دكتور الغثيان هذه مشاكلها كثيره جدا، واحد لما وايد لها اسباب، يعني مثل المأكولات البحريه واللحوم غير مطهوه ممكن تسبب يعني مثل لوعة شبد كذا عند، وتسمم ممكن يسوي عند المرأة الحامل لحوم غير مطهوة جيدة مثل السوشي وهذا. صحيح؟ صح مضبوط، الأسماك اللي مش مطبوخة، السوشي زي ما حكينا، البيض اللي مش مطبوخ بصورة كافية زي الصلصات زي المايونيز. يعني بنفضل يعني اوريدي هو الغثيان من يعني من المشاكل الشائعة عند المرأة. صحيح. صحيح. الحامل حتى لو ما تناولت الشغلات هاي، فلما تتناولها حتزيد عندها المشكلة، بالإضافة لمشكلة التسمم اللي هي مشكلة جدا خطيرة ممكن إذا لا سمح الله حدثت خلال الحمل بسبب تناول الأكلات اللي هي مش معرضة لدرجات حرارة كافية حتى تقتل الميكروبات اللي فيها. في مشكلة أخرى كمان بتواجه المرأة الحامل اللي هي زيادة الوزن خلال الحمل، وخاصة إذا هي عندها زيادة وزن أو سمنة قبل الحمل. فبالتالي إحنا زي ما خبرتك بنطلب من المرأة الحامل تتجنب الأطعمة المقلية الغنية بالسعرات الحرارية الفارغة اللي ما إلها قيمة، فقط نحصل على دهون إضافية بس بدون فائدة. فهاي تقريبا بعض التيبس أو بعض الأمور اللي بنخبر المرأة الحامل تبتعد عنها، تشرب كمية كافية من الماء، تأخذ الأكل اللي هو عالي بالألياف زي الفواكه والخضار، الحبوب الكاملة زي مثلا الشوفان، إذا سمح لها الطبيب مثلا بالحركة أو المشي تحاول تمارس رياضة المشي بس طبعا بتعليمات من الطبيب. جميل. حتى تمر فترة الحمل 9 شهور بسلام وبدون أي مشاكل غذائية. ممتاز. أستاذ إرهام على السريع تعطيني نصيحة أخيرة قبل ما نختم اللقاء. يعني نصيحتي صراحة للأم الحامل قبل حتى إذا قبل الحمل لما تفكر في موضوع الإنجاب إنها تهتم بتغذيتها، تتناول الأطعمة المتوازنة المحتوية على جميع العناصر الغذائية. فكلما كانت تغذيتها سليمة قبل الحمل، كل ما مرت شهور الحمل بسهولة وبسلاسة وبدون أي مشاكل صحية وغذائية إن شاء الله. شكرا لك أستاذة ريهام سليم، أخصائية التغذية بإدارة التغذية السرية في هيئة الصحة بدبي. سعاد دكتورة شكرا لك. سعاد دكتورة الغثيان هيها من ريلها، هي إذا ملوع كبدها لازم بيها حليل الغثيان. إذا ملوع كبدها لازم. لا هي يعني ساعات يعني مثل ما تحمل ريحة الريال، ما تحمل عطرة، ما تحمل شيء. والله حس هذا نفسي محمود، هذا نفسي. ها يعني اللي مال كل السنين هذه تطلع في فترة الحمل. هي تستغل. شو رأيك أنت ميرا؟ تستغل 9 شهور. زين. عموما الريال مسكين أي شيء إن شاء الله حاضر. منو اللي يقول إن شاء الله الفترة هذه بس؟ أنت تقول إن شاء الله حاضر؟ أنا أقول. لا. كم مرة قلت إن شاء الله حاضر؟ ولا مرة. ولا مرة. ولا مرة. طالعين على الهوة مليون. إيه؟ مرة مليون مرة. برجع للتسجيلات، ناصر الله يخليك، كل تسجيلات صحة وسعادة مدة 3 سنوات نراجعهم وياك نشوف متى قال إن شاء الله. يلا نشوفكم باكر إن شاء الله مستمعينا، وإن شاء الله دكتور إن شاء الله. أوكي. انزين نشوفكم باكر إن شاء الله، وكل الشكر ميرا الخفلي كانت معنا في التنسيق، ناصر السليمي في الإخراج، هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، شكرا جزيلا دكتورة ندى الملا، وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة.
صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.